الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الثاني من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى عشر كيلا بعض كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية يؤلف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى ونغب الله ونا يا عشر كيلا بعض وأقسامه ثلاثة وأقسامه ضمير ككلام كبال لعلنايا وأقسامه أقسام الكلام كلام كالنحو لي قيبيال كيسو انتو قيب سما ثلاثة وصدح اسم اسمي كبدل ثلاثة ايو فعل فعل لبضع وحشر دي اوكو ماحنا سمارك متبقوني با الله شيء اسم كلي با الله شيء وفعل ايو فعل ايو حرف 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 كاسو جاء يمد والي جاء بمعنى وضع والوفسر لودجي لمعنى معنى ليدل على معنى معنى إنه تصه أقسام كلام النحات أقسام كلام النحويين النحات نوالو جميع النحويون نوالو جميع النحولي هذا الكود الصدح وقيف سما محال لقوق هذه لبعرهم بعلمة بالاستغراء والتتبع دب قلبا والسمي بالاستغراء والتتبع على القسم العقلية واللغة ذلك القسم العقلية هي بالاستغراء والتتبع هذا يكون هذا مثلا بالاستغراء والتتبع واللغة وحسيدي لور هذين أي مركز دمان نقضي ومسلم به وحل النبات قليه محاكم إذا حدنا انت أن المقدشة جوغة إن انقلب خميسة جوغنا بعد العصر جوغنا دليل أكان هذه اللغة دليل بيوبهانت ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل عقلك وحكو أصيح وما لا هذه مالين تلدهي دليل هلوك دي وحل اللي اسكوه ذوقي هذه لو ده مالين خميسة إنا أنجوغنو إنت إنا هذا مقدشة جو بعد العصر إنا أنجوغنو ما الدليل على ذلك وما لا دليل كرة هذه ساجه وحظن إيهور قلب خميسة أنجوغنو بعد العصر وأنجوغنو مارك ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل هذه مالنتي دليل لوغا باهدي وحا صحي وح كلا صوني ما جيرو واي مركه هلكا و هو نو شيغا يا شيخو اقسام كلام النحويين وصدحوي اسم يا فعل يا حرف اسم يا فعل وحبل لوغا ما حيدين ساد ارغت اسم كلي با لا شيغ فعل كلي حرف لكن شرط با لا صوت حرف المعنى با لا ربا اما حروف المعاني محال ديدن يا حروف لا حروف التهجي اما حروف المباني حروف تد اسمها اما حروف تي قاد هلك واخ كا قبل ميس زاء كليت ياء كليت دال كلي زيد وحو نو ترايا لكن زادو كليت وحو نو ما تريس ياء ذو كليت وحو نو ما تريس دال كو كلي وحو نو تري ماي لكن زيد مركي اللي اسكو در وحو نو تري مركا هلك واخا لغا سارا واخ له حروف الهجاء أما حروف المباني وحل ربكوا معها وحل ربو حروف المعاني حروف معركة تسلسة مركة اسمي قشا أما فعل أقسام كلام النحويين النحو إليه هذا الكود انتو قيب سمو ثلاثة صدح وي اسم مقع وحه يو فعل فعلي وحرف حرف حرف كاسو جاء من لمعنى ليدل على معنى معنى إنو كتسي أما حرف كاسو جاء أي وضع اللوب الدجية لمعنى المعنى إنو كتسية وهذه مركة أقسام كلام النحويين وصدح اسم يا فعل يا حرف محال قوق هذا بالاستغراء والتتبع عرب وحيد دبقى شيء كلام العرب عرب كلام كايكو هذا شورنا فلم يخرج عن هذه الثلاثة صدحا كما بحن وحال قوها الله إما اسم إنو ياسيد زيد إنو فعل ياسيد ضرب إيا قام إيا جلس
إنه حرف يا حرف معنى سيدا من يا إلى يا لم يا كوانو إيمان دون أما حرف كا اسمي هجل أما فعل هجل ما جرى وح إسكودي إن لا يرى هذا كلام النحويين وأفر علماء إسكودي بجرى هو توح شيء يرى لما هي كوا أفر يرى بجرى لكن كوين والودي ذي وحي كانان ودهن مد أفراد وحاوي وحلا اسم فعل بال اسم فعل وحلا نهجر النحو ذا حقه أما اسم فعل ماضي هالنقضة سيدة هيهاتا أما اسم فعل مضارع هالنقضة بمعنى أفن أما اسم فعل أمر هالنقضة سيدة بمعنى صح أو أسكت كدقة كان علماء مركي إرهاديين أسماء ذو كدر سيح مركة أفعاشي لو فيري أسماء ذي لو فيري حق اسمي الراعيي مركة نحولي كلامك وصدح ذا ودافي واسمي يا فعل يا حرف معنى حرف كيسي كلي مشيك حرف معنى بلا حرف معنى له حرف معنى حرف التهجي لا مره حرف مبنى حروف المباني لا مره حروف المعاني بلا مره صراحه مركا رت اسم فعل بيقار اسكو دين اساسي كود اسم فعل اخيرا وحال الراعيه اسماء مركا صدخ ذا وحشان يرينا ما بجد وحشان يلخي اسكو دين لما بهاي بكواس وأقسام وأقسام كلام النحويين نحو لي كلام كوضو انتو قيب سما ثلاثة وصدح اسم وحمق عسيدة زيد يا محمد كتاب أكر وفعل وحفعل سيدة قام قعد جلس وحرف حرف حرف كاسو جاء يمد لمعنى أما حرف كاسو وضع اللو دجي لمعنى مذ كاستا مباحث بوليه علماء قار شنقار سيين لكن صدح بقى مهم نوع اسم كلي انا صدح مساله كغه هذا الله ربا او يران فعل كلي انا صدح مساله كغه هذا الله او يران حرف كلي انا صدح مساله كغه هذا الله او يران علماء شان غارسيه وي جيران شانته وها لا ودا تعريفه ان لا قيحو ما اسم الله لغه واصطلاحا تعريف بالي حكم وحكم كيس محويه لبو علاماته علامتها لو غرت مخي صدخا سا مهم نو علماء قار كو دري با جيره لبا كاله اقسامه ما قو قيب سما اسمي كا وا اسك مهم كسو ميله كلا اوو تغي دونا قار وحي كو درين اشتقاقه حقي لغا سو دنبشاي كلمه اسم كاتمي كا مهم ما وح صرف كو سابسن كلمه اسم كا كوبن همزداس وهمزة وصل إيا سين إيا ميم كصدح ذا حرف حقيل لغا سوى اشتقاقوي كاتمين ما من السيمة أو علامة مسا من الصمو أو العلو ارتفاع واحد صرف شقاق كليه هو اشتقاق لكن انتا كلانا قصي سوء وحانا قصي مباحث تاكلا أفرتا قارهان صدح باسي مهم سن تعريفه إن لقي حكو اسم محل لغة واصطلاح وحانا كلانا قصي حكم وحكم كيس محوية علامات وعلامات كيس كتاب كاكاه لدونتا لماله علامات وعلامات الاسم شيخ متن يكوشي دون أقسامه قيبه سا اشتقاقها دال كتب تقار كوارت وحي كوضان حقال لغا صور نمبشي حقال لغا صور جيحذي حقال لغا صور قاتو لغلين مركما من السيمة تبا أو سين يميم يتا مربوضة تعقاب سيمة والعرام وأس اسم موحو كسو جيدا السيمة أو علامة يا أستانة مسوحو كسو جيدا اسم الصمو أو سين يا ميم يا واو صمو نوحالغا العلو والارتفاع عربت هذا بقرهذا الشيكة صمو الأمير بينا صمو الأمير صمو صمو أمير كي سريه كوضا الاسم لغة واصطلاحا مركة تاساكو بالله بينا الاسم لغة هو ما دل على مسمى بل الاسم لغة حق اللغة هو ما دل على مسمى ووحي كتوسية وحي كم عامية زيد زائد يأذى يدال كاس صدح ذا حرف وحين توسيين ذات ذاس شخصي وكم عامية زيد الاسم هو ما دل على مسمى الاسم لغة حق اللغة العربية هو ما دل على مسمى
واصطلاحا ميا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. واصطلاحا كلمة وائري سيد زيد يا محمد يا علي يا فرس يا جملي دلت كتوسيس على معنى معنى في نفسها نفتها. وكتاب مركي اللي ورقضها نارتي وحكو قريهين هدي لو يرى صبورة صبورة دا وحلو قران ايو هدي لو مدرسة ماشا وحلو قران ايو مسجد وبيتك الهي لو عبادي سنة مركا وكلمة كلمة دلت كتوسيسي على معنى معنى في نفسها نفتها ولم تقترن أن لحرير سنين بزمن أما بزمان وحوختئه وضعا بيقاركوك قدرا وضعا وضعا سيدة لودجي زمن مطو سنس وضعا محيكا ومراكا قار اسمي انتو وحقالي أدموذي سينو وحكوتو سين باجرة مقرد زمن مركا لومد جنين زمن لودجي ماله لكن وحقالي مرمر بعد كرد أنساني أمو زمن تصنعيا أمو زمن تصنعيا لو مد جنين مركا يالو ليها دول ميد زمن أهان تصنع أما كرد دمي هدارة تو اسميا وحال كوغر بحيسا وضعا بلو أهان لو مد جنين إنو زمن نتصي قاب أهان لو مد جنين إنو زمن نتصي ما قرأت ها كلمة وأري دلت كتوسيس على معنى معنى في نفسها النفط هذا ولم تقترن الله حريسن بزمن أما بزمان وضعا سيد اللودجي هل كان واحد كان بحضي تعريف الاسم الاسم لغة هو ما دل على مسمى مسمي بعض الناس هو ما دل على مسمى واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن نحو زيد محمد جمل مقع عسان نقض روح بني آدم أما جمادات كان نقض حتى جبل بوري حجر رقحي جبل رتئي وحدوني هالنقض مقع مبالغ عربا حكمه اسم حكم كيسا دارك الإعراب بعده وما جاء على خلاف وما جاء مبنيا فهو على خلاف الأصل اسم محا أصل ولا محكم كسوى إعراب الله حكمه اسم حكم كي هدي لويد وإلي عركتي الإعراب الله ولما أنت ما معربا ما إعراب أصل ولا حكمه اسم حكم كي بالويد الإعراب وإعراب هذه وما جاء مبنيا وحي ما دون مبني اسم مبني الله دي بعد فهو على خلاف الأصل بعد أصل كي وخلاف أصل محاوها اسمي إعراب إنه معرب نقض ها لكن اسمي مبني أنا عارفين سيد الضمائر ضمائر ونوى مبني أنا يا نحن يهو يكو هدار اسم إشارة ونوى مبني هذا يا هذه يكو لمد اسم موصول الذي التي وحي لمد كوا سوى مبني لكن وحي خلافين وضدي اسم اللوية قال وضدي اسم اللوية قال نوى إعراب مارك حكمه اسمي حكم كي هدي لويد الإعراب هباك الشكل وإعراب وهدو مبني النقضان مبني ماذا مجرى هواجرى وما جاء مبنيا فهو على خلاف الأصل إباده وحي لاركو اسمي مبني أصل كي وخلافي أصل كي اسمي محوها إعراب والاسم منه معرب ومبني هدارة اسم مبني أنا لشبه من الحرف مدن حرف بميل أوغيقها ساسود يجري ألفيه ابن مالك مارك حكمه اسم حكم كي سمحيها الإعراب وما جاء وحي ماد مبنيا السوق مبنيا فهو على خلاف الأصل أصل كي بخلافي مسألة صدح علامات كتاب كأنه كيني بعد الله تحص تهكد دي علامات اسمي على مديه كتاب كينا فالاسم يعرف إساقه ليه تاوى كسوي انه حال منهاج لما حنت لما نهر ارد منهاج لما حنت لما نهر ارد الله ساحة دين نقول الله امام نووي ساقع صوه ذي كسوك بان منهاج لما حنت لما نهر ارد واي اقسامه بانقلينا اسم ما قوه قيب سما اقسام الاسم ثلاثة بالله
اسم قيبه سوى صدح ظاهر ومضمر ومبهم اسم ما قو قيب سما بالوي صدح بالا ظاهر ظاهر كا وحالا من مظهر هذا كتب تقار كوارك مظهر يا ظاهر واسلام مضمر الضمير بالا من مضمر يا ضمير مبهم علماء قال إنه سوكوين ويجران ويري اسمي وعلى بقية ظاهر يا مضمر مبهم كو حكم دي هيدا ظاهر لكن قسم هذا كتب تقول بذيهن اسم السدح إنه قيب سمو ظاهر ما يعيس الله أنه مظهر بالله ظاهر مظهر واسكمن مضمر الضمير بالله ميدا إيه مبهم ما حيك ليهن سدح عفوا دحنا هذان مالكو عرقنا أقسامه اسم قيبه إسان لي وثلاثة صدحان مذ وحال يا ظاهر أما مظهر وميم يضع يهراء ظاهر وما لا يحتاج إلى قرينة بل وحان كالما أباهنين إشارة أباهنين وزيد زادا يأذى ذلك إنه روحان نتصيين ننكا وح قرينة أباهن وح قرينة أباهن تامر محمد ميم كأي حادا ميم كأي ذلك إن الشخصيان نتسقرين أمبان جمل جيم كاس يميم كا إلام كا حيوان كان معروف كا إنو نتسقرين أمبان مارك ظاهر وحال أما مظهر ما لا يحتاج إلى قرينة علامة أمبان إشارة أمبان كلمة أمبان سقا اسكوف إلى مو مضمر ومحاتك مضمر سدح قاعدة بكفان سوى فاصو نو إيمان لكن فانهان مقعيال بيت دهانوت أما ما يحتاج وحي أباهن إلى قرينة التكلم أو الخضاب أو الغيبية ووحو أباهن إنه متكلم نقضى أما مخاضب أما غيبي غايب مضمر وهلبية طبعا لما متكلم شان مخاضب شان غايب مضمر إلي عركتي ويوى مبني ما الكستوت كو عركت اسم ضميرة ومبني والضمائر كلها مبنية قاعدة أساسيينيس وإلي عركتي لبية طبعا نمر نعفو لما متكلم شان مخاضب شان غايب إلي عركتي ويمبني ويسو أصل كي هو خلاف مقعيال بالي محالك وضع مقعيال قام هو يستاهي هو زيد زيد مياه شيء مسي هو عني رسوما قام هو يستاهي ننكي مقرى والدي ننكي مقرى مياه شيء ما يعكي سماش هو ذن هذا يووغ ننكي مقرى ويطال هو ذن وحيوته اللي زيد زيد كيف هذا الشيء مركب مقعيال ساسا لوي سو قرين وباهية كالم وباهية قرينة وباهية وإنه متكلم نقضى أو مخاضب أو غائب حكمنا هانا ومبني لبي يطبعنا مرافا لبا متكلم شان مخاضب شان غائب ومبهم باصوها مبهم وحالك وضع واسم الإشارة اسم موصول اسم إشارة سيدا هذا كان زيد اسم موصول الذي كوانا مبهم وحالو يري إنه وحلحر إلى على الربع اسم إشارة هذه اللي هي مشار إليه وإن له هذا كان أنت كلي أقوان في عميس هذا كان كتاب مشار إليه إن له لو اسم موصول وحوبة هي وحلة سليئة عاي مركب باهبة جرتوي كوان مرة ما يصير مايان إلى باهد وظلها مبهم بالي مبهم لكن حكم هان ظاهر كي كمي حق حكم كمركي لي مقر حقه إعرابها هو مبني ضمير كي لمدي اسم إشارة ما شاد كوارته إلي عركتي ومبنيون اسم موصول ما المكوارته مبنيون ضمير ما المكوارته مبنيون صدحا وحي خلافين اسمي وددي اللي ويقان وهي إعراب أقسامه هنا هل كاسع ذو قبح مركة وحاد هاي ستا تعريفه حكمه أقسامه علاماته كتاب كان نوكين من تاد إمان وحاقلنا وفعل شنتي وكلو كارهبا أو أه تعريفه حكمه اشتقاقه أقسامه علامات اشتقاقه حاني دنبالا أما صوجيحا أما حقيا لك كان تام مهم إنه ما أهد انت كلان قلينا مرك فعل كاللغة الحدث دعضا لي دعضو ضربو قراعي وحا دعيو قراع مركا دعضو مركا الفعل لغة الحدث هو واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة
التي هي الماضي والحال والاستقبال فعل كلغة هو حدث وضعض اصطلاحا وكلمة كتوسيس معنى نفت هذا كاتوسيس لكن وحي لحي سدحي زمن متكمل سدحي وقت متكمل وماضي واحتقي حال وحد الصعود اللي قجره يشرح المعلم الدرس الآن بات معلم كي وحو شرحايا عشر كهدا شرحي باسو يستمع الطلاب الدرس الآن أرداد وحي لغيسنا عشر كهدا لغيسي باسو مركا كحال بل أم حاضر والاستقبال يا وقت صعود لقان مركا استلاحة فعل كوا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال وكلمة كتوسس معنا نفت هذا كاتوسس صدحي وقت مدك مدي لحلي ستي صدحا وقت وحلوة الماضي واحتقي ضربه وقرع علي تقلنا فير محالك وضع فير من الأول قبل زمن التكلم بعد هذا الكهر كهر تام هل دقيقة كهر النقط أما هل ساعة كهر أما هل مالين كهر أما أسبوع كهر أما بيل كهر أما سنة كهر أما بقول سنة كهر لما هو هذا ماض هذا كان كهر خميس تيهور عشر بان أغرنات خميس تيهور عشر بان سوا أغرسان مركا عن له يا عشر كان مركا أغرسان يا هري عشر كان هري سوما وماض مال دوبة عصر كي من سوتو كانت سو مردو لما سوتو مردو ذا لما في هذا الكهور من سوتو كتسمه ما ضد نوحة كجرا قبل قبل الزمن التكلم هذا الكهور من بدع واحد كهور إذا سمح النقطة هل دقيقة كهور أما كون سنة كهور واسكمل وقبل الزمن التكلم مستقبل له بعد الزمن التكلم هذا الكذب مستقبل محاكو قرنا بعد الزمن التكلم هذا اللي كدي منه النوع كدي بتاع ما هالنقطة هل دقيقة أما هالنقطة هل سنة كدي أما بقول سنة كدي واحد دون هالنقطة بعد ومبالا صعوته يسعر حالة حدو صعودة الآن الله صعوته أما الساعة أما معنى هذي أما كوكال مركة وحوير فعل وحاوي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وقت يذي صدح رامد كمد الحريصة التي وقت يذي سهي الماضية وقت تقي هذا الكاكور بلع والحال وقت هذا الصعودة لوجر والاستقبال وقت صعودة بعد الزمن التكلم تعريف مركز كبا حكمه فعل حكم كيس البناء بعد فعل وحاء أصل وبناء حكمه اسمنا محاصل وها إعراب فعل محاصل وها البناء مركوا إلي عرقت بعده فعل بالويدي حكمه فعل البناء مركوا ولي ما بناء والله صوت هاي سجن ورتوا وحاصل وادي كمش كنا سبنا وما جاء على خلاف ذلك وما جاء معربا وحي ما دو فعل ومعربان أرنا فهو على خلاف الأصل أصل كي فعل لو يقان واخر أفوا مضارع مضارع لمن خالك نون توكيد نون نسوة معرب مضارع معرب مركا أركيس أصل كي واخلاف أصل كفعلك والبناء صادرت فعل ماضي ومبني وإلي عركتي مالك استولوار فعل أمر ومبني إلي عركتيون مضارع مركا لكتي سوي ومعرب وحو خلافي فعل كوحي لو يقان مرك حكمه فعل حكم كهديل ويديه وحلا البناء وبناء وما جاء معربا وحي ما سوى معربا وحان أرنوه فعل ومعرب لليه ومضارع كريء ولبن خالك نون توكيد نون نصف فهو على خلاف الأصل أصل كيب وخلافي أقسامه فعل ما يقوه قيب سبع ثلاثة صدح ماض ومضارع وأمر الأفعال ثلاثة ما لهن رابع وديد أفعال واسدة ماذا أفعال لسوء ماضية مضارعية أمروي مركة أقسامه ما يقوه قيب سماما أقسامه ثلاثة واسدة ماض فعل تقي مضارع فعل هذا اللي قد جرام مستقبله
لو معنوه كان مضارع يا أمر أمر ومستقبل علامات كتاب كاكينا تاها كوردع علامات كتاب كاكينا اشتقاقو حقين لغا صوت بشي مهمه من المستر بيدا سيدا على الراجح سيدا حوق بدا المستر كان لغا صوقات او قتل قتلا با لغا صوقات ضربا ضربا بي كتب كان لك ووح صرف الكوسا وصن نحو ذا آذو مسيح خسي وحينو ميو مركة تعريف وتعريف كينا نهلي حكمه فعل كحكم كيسا البناء إنو يهي أقسامه إنو صدحه قيب سمو ماضي مضارع عمل علاماته كتاب كينا كاس أرهن كسد حظوى الحرف الحرف لغة الطرف ماضي بفتح الراء الطرف فيد ويفيد أما جيس أما تنع وحال الذي الطرف وبسكون الراء ضرف وإش مركا إلا هو مدرين هل كان الطرف ولا الطرف الحرف لغة الطرف وفيد الحرف لغة الطرف فيد ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف واصطلاحا سيد الوهشي كلمة دلت على معنى في غيرها ويوكاير وكلمة معنى كتوسي غير كيد بيكاتوسي فعل أما اسم يدو كل يد معنى متوس مركا وحالي اصطلاحا نحو لي مركي لغو سعود ولماذا انه اذن تي اي دي جرين قد حقيقة فهنسين بيوغد الله لكن صح ما اهي صواب قد كل يد معنى ما توصلش انه حالي كلمة تندلل على معنى ها في غيرها مركي اي قشا اسمي اما فعل قشو يعني معنى كتوسن كر حرف كل يد هالكا يا لو حمتر قد حقيقة قد انه تحقيق تاني انه علمات النقو فانسيان بيرهبه لكن سيدا الصحة محاوه قضاء فلاحة وحالي بانا حقيقة حان إلي سيدا الصحة سيدا لكن قد كل قد هدى الله ما يسأل سيدي صحنا يدماء ما قرأت لكن فانسيين بأ الله قد الله تغريب الفهم الحرف لغة الضرف وفي دام الجيس أمدنا واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها وكلمة معنى كتوس غير كيد بيكاتوس غير كل شيئنا أرت كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بالزمن واحد زمن يلا حري دين ملك معنى نقومات سينيسو زمن نقومات سينيسو لكن غير كيد بوحكات سينكرت اسمي هذيك شو حبيك سينكرت سرت وان سعدات من البصرة إلا قبل الله من تامر كان قال وصعد كمان شان كبله سرت وان سعد من المسجد مساجد إلا قبل الله إلى المدرسة أما إلى البيت معنى ان توسو اسم بيغش فعل بيغشو وحالي لم يقم ما استاين في اسن توس مركه وا كلمه دلت توسس على معنى في غيرها غير كده بمعنى ان توس غير كل شيء اما وا اسم اما وا فعل ولم تقترن بالزمن حكمه فعل حكمه حرف حكم كيمياء البناء وبدون استثناء واحنا قريب من وإلي يا عرقتي حرف ما شاتكو عرقته وقلبنا مبنيون انت قد باسوغا قد حرف التحقيق مبني انت لم باسوغا لم حرف النفي مبني إلي يا عرقتي مركب حكم كهديل ويدي حرف حكمه البناء وكل حرف مستحق للبناء حرف كستو حوم متيستي بناء وإلي يا عرقتي ما شاتكو عرقتي حرف مبنيون كجي وحباك السوري أقسامه ما قوة قيم سما ثلاثة ما يدان سانا صدح اسمه صدح هو قيم سما ظاهر يا مضمر يا مبهم فعل كي صدح ماضي يا مضارع عمر حرف كينا صدح ما يدان حرف كي صدح يسوح على قوض ما هو مختص بالأسماء قار أسماء هذا بس يا خاص له ويقال سيدا كحروف الخفض حروف تحصلك من إلى عن على وفي ورب ونوي ما دوت كحروف الخفض ومنه حاكم ده ما هو مختص بالأفعال كون أفعاشا خاص كوي سيدا قد إيا سين إيا صوف إيا تاو تاني ذي ساكنة إيا لم إيا وحي قلان أفعاشا بس قيمة السدحات وحال ليلة وما هو مشترك بينهما وحنا وحاو ذاك أسماء ذا إيا أفعاشا كهل إيا بل هل أنتم مدفع هل أنتم شاكرون
فعل وقلي هل قام زيد هل زيد قائم حرف في مركز صدح راسه قيب سموه ما هو مختص بالأسماء قيب وحيقوني كنت أسماء هذا بس واسدك حروف الخفض وما هو مختص بالأفعال قيبنا وحيقوني كنت أفعاش سيدا وحال لها قد يسين يسوفي أتاو تانيث ساكنة يلم وما هو مشترك بينهما قيمنا وحاوذاك أسماء ذي أفعاش سيدا هل يبل علامات وحالاما ومالع عدمية الله اشتغاغه تاين مخصي سعد والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله توفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.